راحت المدام كابور. ميرا، جاوبيني يا ميرا، مين الشخص اللي كان هلأ عم يستناني هون؟ أنا جبتك لهون مشان تقوي علاقتك مع القدير، بدي يكون عندك إيمان، وكمان بدي إياك تعرف الحقيقة كلها. ميرا خلص احكي بوضوح، ليش عم تلفي وتدوري؟ عطيني الزبدة خليني أعرف بقى لو سمحتي. قليلي مين عم يستناني هون؟ فيفان بامي كابو. بامي كابور؟ شبه بامي كابور؟ ميرا جاوبيني، شبه بامي؟ بامي كابور هي المدام سينغ نفسها. رح بارك لك من أول ما لمست رجلي. على الأقل هلأ فيك تقليلي وين بتكون بامي كابور؟ ابني؟ أنا ماني ابنك. عم احكي الحقيقة، كانت طول الوقت عم تحاول تساعدك، بس كنت تكرهها أكتر وأكتر، وكمان بهاليوم هي اللي أنقذتك من الموت وساعدتك فيفان، وبهداك اليوم هي اللي أنقذت أمايا بالمستشفى. هي أم كتير عظيمة. ألو أستاذ فيفان كابور، إذا بدك تشوف أمك اليوم بخير تعال على المكان يلي فيه تمثال ولا تتأخر، تعال على الساعة 8 المساء رح تلاقي أجوبة لكل أسئلتك هنيك. اللي مين؟ شوفي فيفان. هي فيفان قول يلا شو صار؟ ميرا هي وحدة قالت إنه هي خطفت بامي كابو وبدها، وقال بدها ياني شوفها عند التمثال. لا تقلق، تمثال القريب رح نروح ننقذها، لا تاكل هم. لا يا ميرا وقت. أنا رح روح لهنيك لحالي ميرا، وإنتي رح تضلك هون وما رح تروحي، وهذا أمر. فيفان اسمعني شوي. ميرا إنتي تعي معي. فيفان اسمعني. فيفان ميرا إنتي اسمعيني، أنا لازم روح لهنيك، بس إنتي ما رح اسمح لك تروحي نهائيا. أنا لازم روح لهنيك مشان أنقذ أمي أكيد، بس إنتي ما رح تجي. لا فيفان أنا رح أجي. لا ميرا إنتي ما فيكي تجي معي.